أيها الفارس، ماذا تريد؟ أحصان الذي تمتطيه أو فرس؟ يويو، بإمكانك الاقتراب منه لتعرف ما خفي عنك. بدت أخشاك، أنصحك بالانتباه، فحصانك على ما يبدو شرس الطباع. أحرى بي أن أكون الناصح لك. اعلم أن لكل فطن هفوة ولكل فارس كفوة. يويو، السلام عليكم. كل فطن حفوة ولكل فارس كبوة. يطلق النصائح ويمتطي القصب. سبحان الله، ناجة للبيع. ناجة للبيع. ناجة للبيع. السلام عليكم. وعليك السلام. ألا تدلني إلى نزل أرتح فيه من عناء سفري؟ إلانا غريب عن هذه الديار على ما يبدو. من أين قدمت؟ من البصرة. وأنت؟ من الموصل. وماذا تفعل هنا؟ أحاول أن أبيع هذه النعجة. لعلك لم توفق في بيعها. نعم، حاولت ساعات فلم أفلح. إنهم يدفعون إلي ثمنا بخسا، خاصة هذا الشواء اللئيم. ولا تبخس الناس أشياءهم، ما شاء الله، إنها تحاكي جملا سمينا. قسما ما قر عيني وأفرح قلبي سواك. قل لي، ما حاجتك إلى هذه السوق؟ امرؤ يبحث عن تجارة. هان الأمر إذن، لما لا تشتري هذه النعجة؟ لن أكون مبالغا إذا قلت إنني أبحث عنها منذ زمن. اتفقنا، ساقك الحظ إلي. برحمتك يا أرحم الراحمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الرجل. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل تعرف عين ماء قريبة من هنا؟ هناك. ألم أرك من قبل؟ لا، لم ترني. الآن عرفتم، أنت صاحب الحصان المطهم. تذكر أن لكل فطن هفوة ولكل حصان كبوة. لا أظنك صائبا فيما قلت، فما عرف مغيث هفوة وما كبى حصانه كبوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رجل، ستقتلني. لن أفلت عنقك حتى تنبئني عن أمر نعجتي. نعجتك بألف خير، اطمئن. أين؟ بعتها. أين المال؟ المال معي، أرني. هاهو موجود. اقعد. كم تريد ثمنا لنعجتك؟ 4 دراهم. وهذه 5. هذه 5. أعلم ذلك، لكني طلبت 4. أضفت إليها درهما خامسا، ألا يفرحك ذلك؟ بل أكاد أطير من الفرح. أتود شيئا آخر؟ بالطبع، لن أدعك ترحل قبل أن تحل لي لغز هذا الدرهم. اسمع يا جنادة، لي صاحب يسكن قرب عين ماء، ثراؤه فاحش ورغبته في أكل الضأن لا توصف. وإن طلبت منه ثمن النعجة الواحدة 6 دراهم لما أبى أو تخلف. 6 دراهم ثمن النعجة الواحدة؟ إن أردت أن تبيعه نعاجا في المرة القادمة فلا تتأخر. إن كان الأمر كذلك فسآتيه بقطيع من الغنم،
سيزداد فرحه تأكيدا. انتبه، إنني أروم مساعدتك ليس إلا. جزاك الله خيرا، أستودعك الله. عيس عيس، لكل فطن هفوة ولكل حصان كبوة. أخبرني، أنت من الجن أو من الإنس؟ أجدك أينما توجهت وألتقيك أينما رحلت. عيس، لكل فطن هفوة ولكل حصان كبوة. أي أمصار أنت؟ من البصرة. وما حاجتك إلى سوق الكرخ؟ عجبا، أيسأل المرء هذا السؤال الوجيه؟ أتراه من العسس الذين أرسله مولاي الخليفة لمراقبتي؟ قيافته لا تدل على هذا، ربما تنكر من أجل إيقاعي. يجب علي تدبر أمري والخروج من هذا المأزق. لم تجبني، أيسأل المرء مثل هذا السؤال الوجيه؟ إنما سألتك للترحيب بك والحفاظ على سلامتك. أطال الله في عمر مولانا الخليفة. آمين يا رب. الذي جعل أصحاب الشرط في خدمة العامة. آمين آمين يا رب. الحمد لله الحمد لله. ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ ننتظر صاحبك. لابد وأنه في داره. في داره؟ نذهب إليه بالغنم إذن. يا لغبائك، إذا أردت أن تبيع غنمك بأقل من 3 دراهم فاذهب إليه. وما العمل وقد أتيت بالغنم من الموصل؟ أسوق إليه الغنم بنفسي. وما الفارق بيننا؟ الفرق كبير يا صاحبي، أنا صديقه وأنت لست كذلك، والصديق لصديقه، لذلك أستطيع أن أبيعه بقدر ما أشاء. ما الفائدة التي تجنيها من كل هذا؟ ها؟ أخدم صديقين. لست صديقك كما تدعي. ستصير صديقي عندما تتم الصفقة. كيف ذلك؟ ألا تهب لي نصف درهم من الدراهم 6؟ نصف درهم؟ طبعا طبعا أوافق. على بركة الله إذن. على بركة الله إذن. هذه العصا، سقي الغنم بها حتى إذا أتممت البيع أعدها إلي لأجل الصفقة التالية. خذ هذه واستعن بها على حر الشمس. وها أنا هنا أنتظرك، عجل ولا تبطئ. ها؟ نم واسترع، سأعود إليك إن شاء الله. إن شاء الله. عيس عيس عيس. هذه هي الخطة للإيقاع به. متى يكون تنفيذها؟ متى يتقدم الثعلب من شركه؟ سأشفي غليل يمن سطع لهيبة ووقاري في سوق الكرخ. وأنا سأسترد غنمي كله. أنتما تبحثان عن ضالتكما، أما أنا فأبحث عن حق قد سلم. يضحكني أن يجتمع بلبل وغراب في دار واحدة. إذن بإمكانك أن تنعق في الخارج متى تشاء. قم اذهب هيا. سيدي القاضي. دع القاضي يتكلم.
هو دفاعك يا مغيث؟ سيدي القاضي، هذا الرجل الذي لا أعرفه البتة يريد أن يسلب غنمي، ثروة جمعتها بجهدي وعرقي. إنه يكذب سيدي القاضي، لقد خدعني وأخذ غنمي عند عين ماء. ماذا تقول؟ عين ماء؟ أنا لا أعرف عين الماء يا سيدي. لا تقاطع الخص. أتمم ما بدأت به. سيدي القاضي، لقد سلب ذاك الواقف أمامك غنمي بحجة بيعها لرجل ثري، ولم يعطني من المال شيئا. أين كان ذلك؟ قرب عين ماء. كذب وافتراء. قلت لا تقاطع القاضي. أين هي عين الماء؟ إنها على مسافة أذرع من هنا. صدقني يا سيدي القاضي، هذا الذي يقف أمامكم يخدعكم جميعا. أنا لا أعرف أي عين ماء في هذا المكان. يا لك من كاذب، ألم نأتها مرتين؟ أنا؟ نعم أنت. ألم تعطني عباءة لأحتمي بها من حر الشمس؟ أنا؟ نعم أنت. أين هي العباءة؟ لا زالت تحت حجر عند عين الماء. آتني بها. حاضر. وأنت، هل أعطيته عباءة؟ أية عباءة سيدي القاضي؟ هذا واحد من مئات المحتالين الذين يكسبون رزقهم بالاحتيال. يدعي خصمك أنك أتيت معه إلى عين الماء مرتين. يدعي ادعاء سيدي القاضي، فأنا لا أعرف أي عين ماء في هذه المنطقة، حتى إني لم أسمع بها إلا الآن. اخرس. إنه كاذب سيدي القاضي، كاذب. قلت لك اخرس. لما تقول إنه كاذب؟ لأنه من غير الممكن أن يذهب إلى عين الماء ويعود بهذه السرعة، فعين الماء تتطلب وقتا أطول من ذلك. إذا أنت تعرف عين الماء أيها الكاذب. أنا لا أعرف، ربما. اخرس. ربما. بما أنك تعرف عين الماء فأعد إلى خصمك غنامه. سيدي القاضي، نفذ أوامر القاضي. إنني أعترف يا سيدي، أعترف أن أغنام جنادة في حوزتي. واعلم يا هذا أن لكل فطن حفوة ولكل فارس قبوة. أنت لست القاضي، أنت ممتط القصبة وحق السماء. لست القاضي. هذه القصبة.